ناسي دين حتى الصغير جابه اليوم طبعا عند الحربي حل الله على اللمسه الماضيه ملعوبه جول التعاون ما صدق خبر وفي شهر ابريل صدق الخبر التالي 1-0 للفريق التعاوني حدول من اول مره حدول بالفم المليان يسجل الجول الاول التعاون كاس خادم الحرمين الشريفين فرحه عارمه للفريق بناس دين حتى الصغير جابه اليوم طبعا خطيره التعاونيه تصويبه الفنان اجمل الحال ليله تعاونيه سكر يقص الجول اللي حضر من قبل علي التركي انتهت المباراه حسابيا بالنسبه للاعبين فريق نادي التعاون فريق نادي الفيصلي صعب كثير تعود بعد الثلاثين الاعمال او اللاعب احمد الحربي يحصلها يقدرها كره طريقه ممتازه من راسه دي جول بالخبر المليان